في إطار التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، اجتمع سعادة السيد علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم مع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، وعدد من السادة النواب واللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب بمعالي الوزير، معربا عن شكره وتقديره لمعاليه على مبادرته بإطلاع المجلس على الوضع الأمني، مؤكدا دعم مجلس النواب الثابت والراسخ للمؤسسة الأمنية وكافة منتسبيها، سواء من خلال إقرار برنامج عمل الحكومة وكذلك مناقشات المجلس لمشروع الميزانية العامة للدولة. وقد أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمجلس النواب، وقد ألقى معاليه كلمة. يطيب لي بداية أن أهنئكم بحلول شهر رمضان الفضيل، أعاده الله علينا جميعا بالبركة والخير وباليمن إن شاء الله، وأني أنتهز هذا اللقاء حتى أطلعكم على آخر تطورات الموقف الأمني. في إطار الجهود المبذولة من أجل إبعاد البحرين عن دائرة العنف والإرهاب، في ظل ما تشهده المنطقة من استهداف للهوية الوطنية من خلال ارتكاب الجرائم الطائفية الإرهابية، ففي الشهر الماضي وقعت حادثة تفجير في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في بلدة القديح، تلاها محاولة تفجير تم إحباطها في مسجد العنود بمدينة الدمام، وقد استهدفت الحادثتان مساجد للطائفة الشيعية، وقد أسفر عن الحادثتين وقوع العديد من الضحايا والأبرياء. في حين أننا في البحرين نتعامل مع أشخاص ينتمون للطائفة الشيعية يتدربون على أعمال القتل والإرهاب وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة، وفي هذا السياق دعني أذكرك بأنه تم اكتشاف مصنع للمواد المتفجرة بسلم أباد في عام 2012، وإحباط تهريب كمية من المتفجرات عن طريق البحر في عام 2013. وخلال هذا العام هناك ثلاث قضايا رئيسية: الجمارك البحرينية تضبط مواد تدخل في صناعة المتفجرات على جسر الملك فهد كانت قادمة من العراق، والثانية الجمارك السعودية تحبط تهريب مواد متفجرة قادمة من البحرين، كما قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خلية إرهابية تطلق على نفسها سرايا الأشتر. تلقى أفراد هذه الخلية التدريبات على تنفيذ الأعمال الإرهابية في العراق وإيران، ولكن العملية الأخيرة التي أريد أن أطلع مجلسكم الموقر عليها هي قضية اكتشاف مستودع بقرية دار كليب عثر بداخله على مواد شديدة الانفجار ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، وهذه العملية تمت على أثر أعمال التحري التي تبعت قضية محاولة التهريب للمملكة العربية السعودية. ففي عملية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية تم بحمد الله اكتشاف هذا المستودع وإحباط أي عمليات إرهابية كان يخطط لتنفيذها باستخدام تلك المتفجرات، علما بأن هذا المستودع يقع في منطقة مأهولة والمواد المتفجرة تعتبر من المواد الحساسة جدا، ولو حدث انفجار في المستودع لا سمح الله لكان هناك ضحايا ضمن المسافة المؤثرة لهذه المواد والتي قد تصل إلى مئات الأمتار. أيها الأخوة، يتضح من خلال الحقائق التي تم عرضها مدى الاستهداف الخارجي لأمننا الداخلي، فإننا أمام عمليات تدريب وتمويل
وعمليات إمداد من خلال محاولات تهريب للمواد المتفجرة والأسلحة. الأمر الذي يدعونا بشدة إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة ذلك. ونبدأ من خلال مد جسور الوطنية وتجاوز المعوقات الطائفية، فنحن بحاجة إلى مبادرات لتقوية جبهتنا الداخلية، حيث لا يمكن أيها الأخوة أن نرى الخطر من حولنا يكبر دون أن نلتفت إلى تقوية جبهتنا الداخلية وتحصينها. وإذا كان التماسك الوطني يتأثر بالتطرف وفق لأجندات خارجية، فإننا نتكل من بعد الله على تعاون النخبة الوطنية والوقفة الوطنية البحرينية في وجه الإرهاب الطائفي. ولا يخفى عليكم أيها الأخوة، فقد تم في الفترة الماضية اختطاف منهج الإصلاح والديمقراطية باسم التغيير وباسم حرية التعبير وباسم حقوق الإنسان. على أثر ذلك تأسست العديد من الممارسات والأعراف والكيانات غير القانونية، بما في ذلك تسييس مختلف المنابر. اليوم وبعد أحداث 2011 وما تلاها، أصبحت الصورة أكثر وضوحا والخيارات أكثر حسما، فلا مكان لحكومة خارج الحكومة ولا لكيان ولا لتنظيم خارج القانون ولا صوت يعلو على صوت القانون، بل لدينا سلطات ومؤسسات يتم إنشاؤها بموجب القوانين المنظمة لذلك وفقا للدستور، وما عدا ذلك فلا مكان له في دولة القانون والمؤسسات. وإننا ولله الحمد نعيش في بلد راسخ الأركان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رأس الدولة والممثل الأسمى لها حفظه الله ورعاه. وردا على مزاعم التعذيب والعنف من قبل الشرطة، فإن من يستعرض الوضع الأمني والقانوني في البحرين سيجد أن البحرين تشهد تطورا كبيرا يؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول في مجال تحقيق الأمن الشامل والعدالة للجميع. فهناك الأمان العامة للتظلمات لمن يريد أن يتظلم ضد الشرطة، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، وكذلك مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي خطوات إصلاحية أمنية وقانونية وسياسية رائدة ترسخ منهجية الأمن العادل، وهو ما تلخص في توجيه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عندما قال لي في بداية تعييني: تذكر بأنك للجميع. تلك الكلمة الحكيمة العادلة ثبتتني على طريق الحق العادل عندما اختلفت وتباينت الآراء في أدق الظروف وأصعبها. أما بالنسبة لتعامل الشرطة في أحداث العنف في سجن جو، فهذا الأمر يستوجب الشكر والثناء لرجال الأمن الذين تعاملوا مع الموقف بكل انضباطية وأعمال بطولية، بدلا من أن يوجه لهم اللوم والانتقاد. والشواهد على ذلك تكمن في كيفية تعامل الدول مع هذه المواقف الأمنية المعقدة وما ينتج عن ذلك من خسائر جسيمة. أما فيما يتعلق بموضوع تخفيض ميزانية وزارة الداخلية، فإني لم أتوقع من هذا المجلس النيابي الوطني بأن تكون مكافأة الرجال الذين استشهدوا وأصيبوا من أجل أمن البحرين وما يزالون على مدار الساعة يؤدون عملهم بكل إخلاص
هي التراجع عن دعمهم من خلال تخفيض ميزانية الأمن العام التي حددتها الحكومة. والشيء بالشيء يذكر، ففي عام 2007 عندما قدمت ميزانية لتطوير وزارة الداخلية بقيمة 150 مليون دينار على مدى 5 سنوات، حصلنا على موافقة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى، وكان لهذه الموافقة أكبر الأثر في إعداد وتدريب رجال الأمن الذي ساعدنا في التعامل مع التطورات الأمنية فيما بعد. وفي الختام، فإني أؤكد على ضرورة المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل الآمن لهذا الوطن، ومن لديه هذا التوجه فعليه أن يتخلى عن رواسب الطائفية المتطرفة وأن يتمسك بهوية البحرين العروبية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد والتعاون لخدمة الوطن في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وكل عام وأنتم والوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله. وقد قدم اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام إيجازا أمنيا استعرض فيه جهود وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار، منوها بإحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية وضبط كميات من المواد المتفجرة وتلك التي تدخل في تصنيع القنابل والعبوات المتفجرة، وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، كما استعرض عددا من القضايا الأمنية الخطيرة التي تم الكشف عن مرتكبيها والقبض على معظم عناصرها، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المعنية، مبينا أنه جاري ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية الانتربول. وقد أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وما يقدمه رجال الأمن من تضحيات، مؤكدين أن هذه الجهود جديرة بالدعم من كافة الجهات، ومشيدين باستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصالح العليا للوطن والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدوا دعمهم للمشاريع المقترحة وإعطائها الأولوية في المرحلة القادمة.